في مصر وفي كل شبر، في الشرق في الغرب في الشمال والجنوب، في آلاف من السواعد المصرية اللي بتبني وبتعمر في مشروعات من المشروعات اللي بتقوم بيها الدولة في الجمهورية الجديدة. امبارح وانا بتابع الافتتاحات اللي عملها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكان يعني بيشرف بافتتاحها، كان في مشروع خاص بالمشروعات الإسكان والمحاور والطرق في محافظة الجيزة غرب النيل تحديدا. لفت انتباهي جملة مهمة جدا، الجملة دي بتكشف لنا الاستراتيجية اللي بتقوم بيها الدولة وهي شغالة علشان تبني الجمهورية الجديدة. ايه هي الجملة دي؟ الجملة دي قالها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قال تحديدا وبالنص ان هم بيشتغلوا بناء على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بيؤكد فيها انه خلال تنفيذ المشروعات لازم يراعوا ويعملوا حساب التوسعات لمئة سنة قدام. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اللي بيحصل دلوقتي مش بس هدفه توفير جودة لجودة حياة للمواطنين وحياة كريمة للمواطنين من خلال مساكن جديدة وطرق جديدة ومحاور جديدة ومساحات خضراء شاسعة أو متنفس للناس من خلال هذه المساحات الخضراء، لا كمان معمول حساب أي توسعات وتكدسات ممكن تحصل في المستقبل. لأنه يعني خلي بالك كده وانت بتأسس لأي مشروع لأي طريق جديد بيكون فيه تكلفة أقل بكتير من تكلفة تطوير طريق داخل الكتل السكنية بمجرد ما بتعمر الأماكن دي. ويمكن هو ده التحدي الجديد اللي شغال عليه الدولة دلوقتي في توسعة الطريق الدائري، وشفنا ازاي هو أخذ وقت عن أي مشروع من المشروعات الجديدة أو الطرق والمحاور الجديدة اللي بتتم في المدن الجديدة تحديدا، علشان هنا في تكدسات مرورية، هنا في مناطق سكنية، لكن هنا هي منطقة جديدة ودايما تكلفة البناء بتكون أقل من تكلفة إعادة التوسع أو إعادة التعمير مرة أخرى بعد السكن. لكن احنا بنشتغل على محاور، بنشتغل على طرق، بنشتغل على مدن كمان بشكل عام، سواء كان رفع كفائتها أو مدن جديدة بمواصفات وتوسعات عالمية بتراعي كل المعايير العالمية علشان تقدر لا تستوعب أي زيادة من الحركة المرورية في المستقبل إن شاء الله. ويمكن ده التحدي الكبير اللي شغال عليه الدولة دلوقتي يا جمانة، هو فكرة إن أنت مش بس بتوسع طريق، لا أنت كمان عاملة حساب زي ما قلنا 100 سنة قدام.